تحدثت معظم الصحف الوطنية الصادرة اليوم عن الموعد الاستفتائي الذي تعيشه الجزائر في الذكرى المصادفة لاندلاع الثورة التحريرية. استفتاء الدستور روح نوفمبر تعود، هكذا افتتحت يومية الشروق صفحتها الأولى، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يعتبر ثامن دستور للجزائر. كما أوردت اليومية تصريحات قانونيين ومحللين أكدوا أن نسبة التصويت ستكون مفاجأة للمقاطعين. الكلمة للصندوق هو العنوان الذي تصدر يومية البلاد، مع الإشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا على الاستفتاء والتي تلتزم بها جميع مراكز الاقتراع عبر الوطن. أما يومية الشعب فاختارت عنوان الشعب يقرر، منوهة إلى تزامن الاستفتاء مع ذكرى ثورة التحرير. وتشير الجريدة إلى أن الاستفتاء يمثل ثاني تجربة انتخابية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. الانطلاقة الجديدة هو ما كتبته يومية الإكسبريسيون التي تحدثت عن قرابة 25 مليون ناخبا المدعوون للإدلاء بأصواتهم حول التعديل الدستوري الذي يمثل الانطلاقة لبناء الجزائر الجديدة. في نفس السياق عنونت يومية المساء من نوفمبر التحرير إلى نوفمبر التغيير الجزائر الجديدة، حيث عادت اليومية إلى تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون حول الدستور الجديد. الشعب سيكون على موعد مع التاريخ، هكذا عنونت اليومية الناطقة باللغة الفرنسية المجاهد، وهو ما جاء في رسالة الرئيس بمناسبة الذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية والتي تعتبر موعداً لتحقيق التغيير المنشود عبر الاستفتاء حول التعديل الدستوري.